السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من هدى للمتقين. الحلقة النهاردة إن شاء الله هنشرح فيها آية واحدة فقط من سورة النساء. الآية بتتكلم عن أحكام الميراث، بالتحديد عن قضية ميراث الكلالة. يعني إيه الكلالة ويعني إيه الأحكام دي؟ تعالوا نقرأ الآية مع بعض ونفهمها بهدوء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية رقم 176 في سورة النساء. نفتح المصاحف على هذه الآية، الآية رقم 176. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أحكام الميراث أحكام قضاها الله سبحانه وتعالى. مفيش حد في البشر يقدر يقول مين ياخد إيه وكام. الأحكام دي قضاها الله سبحانه وتعالى وقسمها حتى لا يكون لأحد من البشر اعتداء أو سلطان أو حكم. بالتأكيد المال بيغير في النفوس وبيجعل الناس يعتدوا على بعض. لما كان الأمر بهذه الصورة وبهذه الطريقة قضى الله وحكم ووزع الأنصبة على كل شخص في موقعه وفي مكانه. ويا للعجب، الآن بتجد الناس مختلفين فيما بينهم على هذه الأحكام، مع أن الله قضاها وأبرمها ولم يترك لأحد من البشر فيها كلمة واحدة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك يعني راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أنه يفتيهم ويعرفهم في الكلالة. إيه هي الكلالة؟ الكلالة إن واحد ما عندوش ولد وما عندوش أب وأم، ماتوا، فهو كان متزوج وما خلفش ومات أبوه وأمه وله إخوة وأخوات. يبقى ببساطة شديدة كلمة ميراث الكلالة من لا ولد له ولا والد، ملوش أب، مش موجود، مات واتجوز وما عندوش أولاد، سواء خلف وماتوا أو ما عندوش. يبقى الكلالة من لا والد له ولا ولد. الآية في ميراث إخواته الصبيان والبنات، الإخوة والأخوات. يبقى نرجع تاني، يستفتونك يعني يطلبوا منك الفتوى والإجابة. قل الله يفتيكم، الله سبحانه وتعالى هو اللي حكمه. قل الله يفتيكم، يبقى لما راحوا طلبوا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إجابة ما عندوش إجابة، فرد القرآن قل الله يفتيكم، يبقى الأنصبة في المواريث من اللي أضاها؟ الله سبحانه وتعالى. قل الله يفتيكم في الكلالة، عرفتوا معنى الكلالة؟ اللي ما عندوش أب وما عندوش أم. إن امرؤ هلك ليس له ولد، أهو مالوش أب، الآية موضحة بقى، ما عندوش ابن، وله أخت، له أخت،
فلها نصف ما ترك، هي تاخد النص بالضبط. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هلك يعني مات على فكرة، إن امرؤ هلك يعني كلمة هلك معناها مات. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. العكس بقى، هي تاخد النص لو هو الأخ اللي مات، ولو هي اللي ماتت وما لهاش أب وما لهاش ابن، هو ياخد المال كله، أخوها ياخد المال كله. فإن كانت اثنتين، لو كانوا اثنين بنات، فلهما الثلثان، التلتين، البنتين ياخدوا التلتين، كل واحد تاخد تلت. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، طب لو فيه صبيان وبنات، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، علشان ما تضعوش، وعلشان ما تغشوش، وعلشان ما تحرفوش في المواريث والأحكام الشرعية، والله بكل شيء عليم. سبب نزول الآية إنه سيدنا جابر رضي الله عنه أرضاه بيقول إنه هو تعب والنبي راح له عليه الصلاة والسلام، فكان تايه خالص سيدنا جابر، فالنبي لما راح زاره وضاه كده وحط ماء على رأسه كده، ففاء عقل، فبدأ يتكلم معاه في قضية الإيه. فقلت يا رسول الله أوصي لأخواتي، إخواته البنات يعني، بالثلث، بتلت الإيه، بتلت التركة. فالنبي قال له أحسن، حاجة حلوة جدا. فقلت بالشطر، الشطر يعني النص، قال أحسن. ثم خرج، ثم دخل علي قال لا أراك تموت في وجعك هذا، أنت مش هتموت يا جابر في الوجع، في المرض اللي أنت فيه دوت، إن الله أنزل وبين ما لأخواتك من ميراث. يبقى لا أنت تقول أنا هديهم ولا بتدرب، ربنا اللي باين يا سيدي. وهو التلتين، الثلثان، لأن الوصية بتبقى في حدود التلت. فكان جابر يقول نزلت هذه الآية في، الآية دي نزلت في، اللي هي يستفتونك قل الله يفتيكم في الإيه، في الكلالة. ومع اختلاف الروايات في القصص الواردة في سبب نزول الآية، كلها بنفس المعنى، إن كانوا مختلفين في الأحكام في الحتة دي، فحصل إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل الحكم وبين. ده سبب نزول الآية، وده معنى الآية بتاعة النهاردة. اللي أنا بس عايز أقوله إنه نتقي الله في الميراث، الآباء والأمهات، الآباء اللي بيسمعوني والأجداد اللي بيسمعوني، محدش هينفع عنك، ومحدش هينفعك، ومحدش هيغني عنك من الله شيئا، محدش هينفعك. حبك لفلان أو لفلانة مش هينفعك، احنا كلنا هنموت وهنحاسب، فانت رايح دماغك، وانت يا حاج رايح دماغك. الأنصبة الشرعية اللي ربنا قسمها تتوزع زي ربنا ما قضى، مش بمزاجي وبهوايا، وكل واحد يعرف ده كويس، لأنه الحقوق دي هتبقى صعبة يوم القيامة. يعني إحنا هنموت وهنترك الدنيا، وهنترك ما في هذه الدنيا، وهنترك ما جمعناه. صدقوني هتجمعي مال أو هتجمع مال، وغيرك هيستمتع بيه، وإنت اللي هتتسأل عنه، وإنت اللي هتتحاسبي عليه. فلو إنت ظلمة أولاد ابنك، اتق الله. أي ست بتسمعني، أي ست صوتي هيوصلها. طب هم موافقين يا مريم؟ موافقين بالعدل بالتساوي كده بينهم؟ حلو. مريم قالت لي على سؤال دلوقتي نعيش معاه. احنا عندنا المواريث الأنصبة الشرعية في حالات للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي حالات الست بتاخد زي الولد، وفي حالات بتاخد أكتر من الراجل. مش هدخل في الحتة دي دلوقتي، لكن مريم بتقول لي إيه؟ افرض إحنا مثلا الوالد توفي، فإحنا معنا مامتنا وولدين وبنت، وإحنا عايزين نقسم التركة علينا كلنا بالتساوي، وكلهم موافقين، الأولاد الولدين موافقين، وما عندهمش مانع خالص إن الميراث ده يتقسم بالتساوي بينا، هل في حرج؟ لا مفيش حرج، طالما ان انا اصل انا ليا حق، فانا تنازلت عن حق. انت حر تنازل عن حقك، وما عنديش مشكله خالص انك تتنازل عن حقك، ما عنديش مشكله خالص، طالما ان ده حصل بالتراضي وبنفس سمحه وانا موافق كذكر، ما عنديش مشكله خالص. المشكله ان انا اظلم واعتدي، لكن لو قسمنا بالتساوي واحنا متراضيين كلنا مع بعض، عادي مفيش حاجه عندي خالص. أرجع لجزئية الظلم في الحتة دي، الاعتداء في الحتة دي، فالاعتداء في الحتة دي حرام. والله والله يا أخي اللي بتسمعني وظلمت ولادك أو حد من ولادك وحرمته من الميراث، والله ما هينفعك. الأخت اللي بتسمعني، اوعي تظلمي أولادك، اوعي تظلمي زوجة ابنك لو مات في حياتك الله يرحمه، اوعي تظلمي أولاد ابنك، اتق الله.
خافي من ربنا، انت هتجمعي المال وهتحرمي الولاد دول من نصيبهم في باباهم، ده المفترض ان انت توصي لولاد ابنك اللي مات في حياتك وتقولي ده انا اعمل لهم وصية طالما ان ابني مات في حياتي عشان احافظ عليهم عشان اكون في ظهرهم. والله لو لم نفعل هذا ليكونن العقاب من الله شديد. اللهم اغفر لي ولكم. اول اتصال النهاردة معايا على التليفون مريم. يا مريم السلام عليكم. عليكم السلام. الو تفضلي يا مريم انت على الهوى. لو سمحت يا شيخنا انا عايز اسال سؤال. نعم. انا معايا بنتين. نعم. هو ليه الناس بتحس ان البنات اقل من الصبيان؟ ماشي انا فهمت سؤالك شكرا يا يعني مريم. يعني انا يا شيخنا معانا بنتين بي بي كل ما حد يشوفني حد بيقول لك حاجه تزعلك؟ اي حد الجيران القرايب ايه ده يا حبيبتي ربنا يعوض عليكي معلش لا المر يعني لدرجه اللي انا خايفه اجيب تاني عشان ما يعملوا ما يحبطونيش ويعملوا لي حاله نفسيه. انا يعني على طول بتعب لما بحط الكلام ده في دماغي. انا بالنسبه لي يعني الحمد لله والله العظيم راضيه والحمد لله شايفهم دول مستقبلي، بس ليه الناس بتبص للنظره دي يعني ليه؟ حاضر يا مريم شكرا يا مريم شكرا ليكي. في مثل كده أعوج. والله مثل أعوج يقولوا إيه؟ كانوا زمان يقولوه على المصطبة يقولوا مخلفة البنات ولا مخلف بنات يا شايل هم لحد الممات. ده كلام غلط. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الكلام ده، ما يحصلش كده. دي من عادات الجاهلية. يعني إيه من عادات الجاهلية؟ بصوا كده القرآن بيقول إيه؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ليه؟ هي البنت عورة؟ هي البنت وحشة؟ ده سيد الناس كلهم ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال بل رزقه الله بشيء من البنات فأحسن إليهن وأدبهن كن له حجابا. شوف يا مريم شوف يا أختي، كن له حجابا من النار. إنما عادات الجاهلية يقول لك أصل يا ربي عوض عليك يعوض عليك، ده ممكن ربنا يديها ولد يطلع عينيها. وربنا سبحانه وتعالى يا أيها العقلاء، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه ورسله وكانت من القانتين. دي نماذج مشرفة. البنت مش عورة، البنت مش عيب. المسؤول عن تحديد نوع الجنين الراجل مش الست. الست هي الأرض اللي تحط فيها البذرة. البذرة بقى تيجي ولد بنت مش بتاعها. أي ست خلفت بنات ما زنبهاش حاجة، هي يعني دخلت وحطت ايديها في الرحم كده وقالت للبويضة وللحيوان المنوي وعملية التلقيح بلاش صبيان وهاتوا بنات. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ده حكم ربنا، ده اختيار ربنا. مريم ملهاش ذنب، وأي واحدة مخلفة بنات ملهاش ذنب. ده شرف ليك يا مريم ان انت عندك بنتين، وحياة رب الكعبة شرف ليك انك عندك بنتين وتربيهم انت وابوهم وتحط ايدك في ايده وتربوهم احسن تربية، تخش بهم الجنة. والله تخش بيهم الجنة، ما عشان خاطر العقول اللي في مليانة اللي فيها نمل. العقول اللي فيها نمل دي عايزين نطلع النمل منها، عايزين نخبط الرؤوس دي والدماغة دي نطلع النمل منها. يقول لك يا حرام يعوض عليك يا رب. ليه يعوض عليها ليه؟ هم البنات كخة؟ هم البنات وحشين؟ مش في أغنية بتقول البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد؟ البنت لها طبيعة والولد، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. بس سبحان الله، سبحان الله الخلاق العظيم.
يحكم بما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. والآية سبحان الله اتذكر فيها البنات الأول. الله يصلح حالنا وحاله. يا مريم أنت ما شاء الله ربنا يبارك لك ويعينك على تربية بناتك وتخش بيهم الجنة، وسيبك من الناس اللي بيقولوا الكلام ده، والله ده مرض عند الناس دي. أي حد يبص على حد ربنا مديله بنات ويقول له يا ربنا عوض عليك، ليه هو ربنا يعني ابتلاه بمصيبة ولا حاجة يعني؟ استغفر الله، ده أنت اللي بتقول كده عندك مرض، عندك خلل. الله يصلح حالنا وحالكم يا رب. يا صفا السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا صفا. ازيك يا شيخ أحمد؟ عندك دعاء ولا سؤال؟ اثنين. طب قولي السؤال الأول. ما هي طرق خطوات الشيطان في إضلال العباد؟ ماشي. عاوزة أسأل حضرتك. تفضل. يا رب ينور لكم طريقكم في الدنيا والآخرة، ويسعدكم بتقوى الرحمن وحلاوة الإيمان، وينعم عليكم بتدبر وتلاوة القرآن، وأسأل المولى الكريم أن يسلمكم من كل سوء، وأن يدفع عنكم جميع الذنوب، ويسهل لكم كل عسير، ويجعلكم من أهل العلم العاملين. أسأل الله أن يمن عليكم بالفرح والسرور وسرعة الوصول، ويعينكم على الطاعة في كل لحظة وساعة، ويوفقكم لإصلاح ذات البين، ويستركم في الحياة وبعد الممات، ويزقكم حسن الأخلاق وعفة اللسان ومقام الإحسان. اللهم أمين وصل عليهم. شكرا. آمين آمين آمين. شكرا يا صفا، جزاك الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم دعوات جميلة جميلة جميلة. أي طرق الشيطان في إغواء العباد؟ الطرق مختلفة يا صفا حسب الشخص. يعني في شخص الفتنة بتاعته في المال، وفي شخص الفتنة بتاعته في النساء، وفي شخص الفتنة بتاعته في الجاه والمنصب، وفي شخص الفتنة بتاعته في حاجة تانية كده. فكل حاجة بيبقى لها طريق غواية. خليني بس أسمع أم مؤمن. يا أم مؤمن السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا ليه سؤالين. الأول. الأولاني جوزي مانعني إن أنا أروح عند أهله وكده، ومانع صلة الرحم، وأنا خايفة أتحاسب على حاجة زي كده. لو رحت من وراه كده ينفع ولا لأ؟ ماشي. وتاني سؤال، أنا كنت قاعدة عند أختي في البيت، ساكنة عند أختي في البيت، فطلبت الشقة في 6 قلقة، ودلوقتي نفسيتي تعبانة قوي، زعلانة من أختي مش عارفة أكلمها. فبالله عليك دعاء كده بس نفسيتي إن هي ترتاح. هي خدت الشقة ليه؟ مش عارفة، هي قالت لي أنا عاوزاها، وهي كانت كاتبة لي العقد 10 سنين، ومسافة 3 سنين لقيتها بتقول لي معلش إحنا مش عاوزاكي في البيت، رغم إن والله العظيم ما في أي مشاكل وما فيش زعل بيني وبينها. فمش يعني عارفة أعمل إيه. من غير ما يكون فيه. وحاجة تانية، ممكن تدعي المؤمن ابني بالهدى والنبي يا شيخ. ربنا يصلح حالنا وحالك يا رب، ربنا يصلح حالنا وحالك يا رب. اللهم امين، ربنا يجازيك خير يا رب. شكرا لك، شكرا لك، اشكرك اشكرك. ارجع لسؤال صفا، الطرق بتاعت غواية الناس، كل واحد عارف نقطة ضعفه. اللي بسكته الستات يزين له الستات، اللي سكته المال بيزين له، يجيب المال برشوة بربا بسرقة بغصب اي بالحرام يعني. وهو كل واحد فينا عارف، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فيجي مثلا تزيين الشيطان وطريق غواية الشيطان، يعني إيه زي إيه؟ زي معظم النار من مستصغر الشرر. فنخلي بالنا من الخطوات بتاعة الشيطان، وربنا يحفظنا وإياكم إن شاء الله. يا أم محمد السلام عليكم. ألو. أيوة. مرحبا يا أم محمد. لما الله يبارك لك بفضيلة الشيخ. تفضل. أنا معايا مشكلة. نعم. أو ابتلاء بمعنى أصح، أو مصيبة، أو مش عارفة يعني أوصلها كيف. معايا أخويا مدمن.
يعني وتداين 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 بدون شوف حضرتك ما بتتخيل. وانا حاليا يعني معايا واحد جاري كان مدمن، فاخذت منه الروشته تحت علاج، فانا مش عارفه اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. اخذت منه العلاج وغسلت محمد كده وبديله علاج الادمان، وهو نايم عندي ليه 8 ايام النهارده، وانا مش عارفه اعمل ايه، وامكانياتي ما تسمحش ان انا اجيب العلاج ده او اجيب الوضع ده، فمش عارفه ان انا اكمل معاه ولا خلاص اسيبه يسيبه. انت منين يا محمد؟ يتدمر. انت هو اخوك متجوز؟ لا. عنده كم سنه؟ 27 سنه. طب انت اتصلتي على مؤسسات العلاج بتاعت هو الإدمان؟ رافض. ايه؟ هو رافض. ما هو لازم يتعالج. هو رافض اي مكان او اي عاملنا احنا غلط وهو اللي صح. يا ام محمد، عشان نعالجه لازم هو يكون عنده العزيمه انه يتعالج. لان لو انت اديتيه 8 ايام منومه، ايه؟ بدي منوم وبديه علاج بتاع مدمن بتاع ادمان، عنده دكتور كبير عندنا في البلد نجيب واحد جيراننا. ما هو العلاج بتاع العلاج بتاع الادمان بتاع الشخص الثاني ممكن ما يتفقش مع اخوكي. طب بالله عليك اوصل لمين او اتواصل كيف؟ طيب سيبي تليفونك وانا احاول اخد تليفونك وابعته لناس مسؤولين عن العلاج ويشوفوا يتواصلوا معاكي ويشوفوا يحلوا الموضوع معاكي ازاي. سيبي تليفونك لمريم. السؤال بتاع اختنا ام مؤمن، الزوج منع زوجته من ان هي تروح لاهلها، طب ده الكلام ده صح؟ لا. اجمع، اتكلم عربي اهو عشان تفهموا الكلام، واي ست بتسمعني جوزها مانعها تروح عند امها تسمع الكلام وتسمع كلام لزوجها. اسمع يا غالي، اجمع الفقهاء على حرمتي منع الزوج لزوجته أن تذهب إلى أهلها. منعوا الكلام ده، قالوا ده مش من حقك. عم الشيخ، إن من حق الزوج أن يأمر زوجته وأن تطيع. كأنت شاطر هو ما شاء الله عليك، برافو، أسقف لك على الهوى. بس تسمح لي أقول لك، النبي قال إنما الطاعة في المعروف. طاعة زوجتك لك يا غالي مرتبطة إن طلبك يكون حلال يعني، أما لو طلبك حرام فلا سمع ولا طاعة. يعني إيه؟ يعني أجمع الفقهاء على أن الزوجة إذا ذهبت إلى أرحامها بدون علم زوجها فلا حرمة عليها. شكرا. إيه رأيك؟ إيه رأيك عم الشيخ ياسي السيد يلي مانع زوجتك تروح عند أهله؟ من حقك؟ لا مش من حقك، والله ما هو من حقك، والله ليس من حقك. ماشي يا غالي؟ اذا يا غالي فلتعلم تمام العلم انه مش من حقك انك تمنع زوجتك ان هي تروح عند ارحمها واهلها. فان منعتها فلها ان تذهب بدون علمك. تقول لي ياهو ده كان في واحده في ايام سيدنا النبي وكان زوجها مسافر وابوها مات وبعدين هي ما رضتش تروح تحضر الجنازه عشان كده ربنا غفر لابوها وسيدنا جبريل نزل على سيدنا النبي وقال له للست دي ربنا غفر لابوك بحسن تربيته لك عشان انت ما حضرتيش الجنازه بدون علم زوجك لانه كان مسافر وانت ما استاذنتيش. وحياه ربنا قصه موضوعه، والله قصة موضوعة ومتألفة وناس مألفينها على المصطبة، ما ردتش عن سيدنا النبي دي خالص. ماشي؟ تزعلوش مني عشان أنا انفعلت شوية، أسئلة من النوع ده تبقى مستفزة، مستفزة جدا. محمد سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخنا الجليل؟ يا مرحبا يا حاج محمد. والله يا مولانا أنا في مشكلة مش عارف بصراحة، أنا شاب دلوقتي متزوج ومعايا ولد ومعايا ثلاث بنات. الله يعينك يا اخي. ربنا يعزك يا مولانا. انا الحمد لله المشكله اللي عندي ان انا باكل بايدي الشمال. وانا من صغري على كده، من وانا طفل صغير انا ما لقيتش حد ينصحني او يقول لي كل بايدك اليمين او كده غلط، او مع اني متعلم والحمد لله رب العالمين. وعندي بتكتب ابني بتكتب الصغير عنده 6 سنين. نفس القصة برضه، لما نبقى قاعدين مثلا على السفرة أو على الطبليع ناكل أقول له كل بيدك اليمين يقول لما تاكل أنت أنا يبقى أنا ناكل بيدي اليمين، أنت مش لما تاكل أنت الأول. أنت بتعرف أنت بتكتب باليمين؟
لا انا بكتب بالشمال، كل حاجه بيدي الشمال، بكتب بالشمال. ما تعرفش الشمال؟ ما تعرفش تعمل حاجه باليمين خالص؟ لا ما بعرفش اعمل بقى، هي شغاله وما فيش اي حاجه الحمد لله، مش ما فيهاش. ايوه اقصد او كده يعني. انا مثلا بكتب بايدي اليمين، ما اعرفش اكتب بالشمال، انت بتكتب بايديك الشمال، تعرف تكتب باليمين؟ ما بعرفش. حلو، اسمع اجابتي. عندك سؤال تاني؟ الولد كده برضه. ماشي مفيش مشكله. اسمع اجابتي. عندك سؤال تاني؟ شكرا يا اخي محمد، شكرا. السؤال الثاني بتاع ام مؤمن، اختك كانت مديالك شقه وخدتها. يا بنتي من حكم في ماله مظل؟ يا اختي الله يرضى عليك بهدوء بس، اهي اختك على عيني وراسي، بس هي اولى بشقتها يابا. مش هي حكمت في شقتها؟ كانت مديهاني 10 سنين وبان لها ان هي عايزاها فخدتها. مش من حقك تزعلي. اي أيوة والله. انا جاوبك الحق، الشقه بتاعت اختك كانت ماجرها لك وبان لها انها محتاجاها. فصاحب الشيء اولى به، فرجعتها لها وانت زعلانه منها، لا مش من حقك تزعلي. راضي اختك؟ محدش عارف ظروف الناس. كلميها وانسي المساله دي خالص، واوعي تسمحي للشيطان يزعلك من اختك او يزعل اختك منك. وبعدين الحاجه دي بتاعتها هي عايزاها، احق بيها، خلاص خدتها. ماشي؟ فده مش من حقك تزعلي. يا عبد القوي السلام عليكم. ايوه مرحبا. ايوه شيخ. مرحبا يا اخي. زي حالك؟ مرحبا يا اخي. تفضل انت على الهوا، تفضل. ايوه يعني الصوم ده حرام ولا حلال؟ الايه؟ الصوم. الايه؟ الصوم الخصام. والله ما انا سامع يا مريم. ما اعرفش منين. الخصام يا شيخ، الخصام واحد يعني بيخاصم الناس كذا على طول يعني. الايه؟ اقول لك الخصام. الاغتصاب؟ اه. ماله؟ يعني هو تقول السلام عليكم وما ترد عليك، السلام عليكم وما ترد عليك. انا مش كل ثاني. انا الاقتصار، انت مقتصر عن الناس يعني؟ لا ده هو اللي ده بقول السلام عليكم وما ترد عليه، السلام كذا نوم. اه يعني انت تقول له السلام عليكم وما يردش؟ لا ما يردش خالص. قريبك يعني؟ اه. في صله رحم بينك وبينه؟ لا والله. ماشي شكرا لك. السؤال بتاع اختنا ام محمد، زي ما قلت لك يا مريم، يعني خدي تليفون ام محمد دي علشان نقدر نبعت تليفونها للناس بتوع العلاج وهم يتواصلوا معها ان شاء الله ويكون في غير. اخونا محمد زعلان ليه يا محمد؟ مفيش اي حرمه عليك يا محمد. اللي بياكل بيمينه ده بياكل بيمينه، اللي بياكل بايده الشمال غصب عنه لانه ما يعرفش ياكل بايده اليمين، ده ما عليهوش مشكله خالص، احنا بنسميها اشول. فانت ما عليكش اي حرمه خالص، لا انت ولا ابنك. في ناس بتتولد كده، يشوط اللي هو بيلعب كوره يشوط بشماله، يكتب بشماله، ياكل بشماله، تيجي تخليه ياكل يتلخبط لو كان بيمينه. كنت قرات بحث في المساله دي، لو حصل ضغط على الشخص اللي بياكل بشماله وما يعرفش ياكل بيمينه ابدا ممكن يصل بيه اللخبطه دي لحد الموت. فهو ما يعرفش ياكل اصلا بايده اليمين، فخلاص مفيش مشكله عندي، وانت مفيش اي حرمه عليك، مفيش اي مشكله خالص 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 عليك. طالما ان دي غصب عنك فدي حاجه خارجه عن ارادتك، فما فيش مشكله اصلا في الحته دي. اللهم اغفر لي ولك. يا ام محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا ام محمد. يا حضرتك بخير، اتفضلي يا ام محمد. انا دلوقتي جوزي متوفي. ايوه. ما كانش بيصلي ولا كان بيدخل الجامع، مات وهو رايح السعوديه، اتدفن جنب السيده خديجه. هو لما توفى انا عملت له مصاحف 30 مصحف، 30 جزء كبير، ووزعتهم على الناس اللي هي تقرا فيهم وللجوامع. ايه سؤالك يا حبيبتي؟ نعم. ايه سؤالك؟ دلوقتي انا الاجزاء اللي انا عملتها دي توصل له؟ اللي انا عملتها 30 جزء، اجزاء كبيره قران. حاضر. شكرا لك يا ام محمد. سؤال اخونا عبد القوي، بتقول للواحد سلام عليكم ولا يرد. اولا هو واجب عليه الرد، انا هتقال لي سلام عليكم؟ فحق المسلم على المسلم خمس، ومنها رد السلام. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا بسلم عليه وما بيردش علي السلام، حرام عليه. وقد قطع ما أمر الله به أن يوصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت أخير منه فلا تقطعه وسلم عليه، وإن لم يرد عليك فالملائكة ترد عليك ولك الخير وعليه الوزر والإثم. معانا على التليفون أخي حمدي، السلام عليكم. معانا على التليفون عليكم السلام. مرحبا يا أخي، ممكن نطفي التلفزيون من فضلك؟ ممكن نطفي التلفزيون؟ ألو، شكرا يا حمدي. أي حد يخش يا أخوانا على التليفون، أي حد يسمعني، أول ما يسمع صوتي يقفل التلفزيون خالص، لأنه في فرق 4-5 ثواني بين كلامك وبين التلفزيون. الأربع ثواني دول بيعملوا لخبطة عند أي حد يكلمني، فاهمين الحته دي؟ لكن لو تسمعني التليفون تسمعني كويس جدا وتفهموا الكلام. أختنا محمد، أنا عندي هنا كام قضية كده. قضية الزوج اللي مات وما كانش بيصلي، أنا ماليش حكمه وأنا أقدرش أتكلم عنه، معرفش خالص. ليه؟ لأنه ده حكم الله سبحانه وتعالى، ماليش دعوة، وده بينه وبين ربنا. مين اللي هيحاسبه على ده؟ الله، مش أنا. أنا ماليش أتكلم عنه خالص بقى، خلاص انتقل إلى جوار ربي، خلاص تهت، خلاص ملناش كلام في الحتة دي. اللي لنا ان احنا ندعي له ربنا يغفر له. طب انت عامله صدقه جاريه عنه يصل الثواب؟ او مصحف ورثه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو له الثواب ان شاء الله، ان شاء الله يصل الثواب. ماشي، اللهم اغفر لي ولكم يا رب العالمين. مين على التليفون؟ يا ام ايمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ مرحبا يا ام ايمان، الله يخليك. لو سمحت والله يا شيخ، انا معي 5 بنات. الله يجعلهم لك حجاب من النار يا رب، يا ويبارك لك ويعينك على تربيتهن يا رب. تفضلي. فأبوهم نفسه يجيب ولايا، يعني اليومين دول بيلح عليا جامد ان احنا نعمل عملية وكده، ونعمل تحديد نوع. فأنا صراحة يعني مجلجة من الموضوع ده وخايفة منه كده، يعني مش مرتاحة للمشوار ده. شكرا لك، شكرا لك. المسألة عندي فيها رأيين، في رأي بيقول لا ما تعمليش، وفي رأي بيقول تعملي، وأنا بميل للرأي اللي بيقول إنه لو إحنا عملنا تحديد نوع جنين، لأنه ما عنديش نص يحرمه. هو تحديد نوع الجنين هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن حقن معينة بتاخديها بتنشط الحيوانات المنوية الذكورية أكتر من الحيوانات المنوية الأنثوية. فمن العلماء من أجاز تحديد نوع الجنين في مثل هذه الحالات فلا شيء في ذلك، ومن العلماء من قال بعدم جواز هذا. بس أنا تعلمت حاجة، وتعلمتها من مين؟ من سيدنا الله يرحمه الشيخ عطية صقر. تعلمت منه كده وهو بيقول لي في وجهي، بيقول لي يا أحمد عايز أعلمك حاجة، الأمر يا ابني لو مختلف فيه بين الفقهاء فمن الأدب إنك تشرح الرأيين ولا تحمل المستمع أو المسلم على أي الرأيين. قول له الحكمين يا ابني وهو حر، في حكم بيقول ما ينفعش وفي حكم بيقول ينفع. شوف التضارب بين الاثنين، انا كاحمد ميال الى الراي القائل بجواز، فلا شيء في ذلك ولا حرمه في تحديد النوع. الله يرزقك الولد الصالح ان شاء الله. يا اميره، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اميره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما السؤال يا اميره؟ كنت عندي حد يعني مسحور، في حد كان مسحور كده والشيوخ مش عارفين يحلوا السحر بتاعه، ففي ناس بتقول له روح لجسيس، يعني فينفع يروح لجسيس؟ شكرا لك. القسيس هو الكاهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الذهاب والاعتماد عليهم. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما قال فكأنما أشرك بما أنزل على محمد، فلا يجوز الاستعانة بهؤلاء. الحلقة خلصت، بس قبل ما أختم الحلقة عايز أقول حاجة واحدة بس بخصوص البنت، الله يرحمها يا رب ويغفر لها، البنت اللي انتحرت في المول. هقول كلمتين في دقيقة واحدة. المنتحر ليس كافر،
المنتحر مرتكب لكبيرة. المنتحر لما جه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا عليه الجنازة، النبي مرضاش يصلي عليه، لكن ساب المسلمين يصلوا عليه. فأول دليل على إنه المنتحر ليس كافر إن النبي سابهم يصلوا عليه، فلو كان المنتحر كافرا كان النبي قال لهم ما تصلوش. دي رقم واحد. رقم اتنين، لا يجوز الكلام عن المنتحر. ليه؟ أنا ما أعرفش الدافع اللي خلاه ينتحر إيه. هو أنا ماسك ورقة وقلم؟ مريم بتقول لي ممكن يدخل الجنة، ممكن يخش الجنة، لأنه ممكن يكون عمل ده بدافع المرض. وربنا بيقول في القرآن ليس على المريض حرج. فالمريض أنا النفس البشرية دي لنا ولنت نفهمها، مين اللي يفهمها؟ اللي خلقها. فمحدش فينا يتدخل في الكلام والحكم، وفلانة ماتت وفلان منتحر وفلانة انت مالك. أنا معرفش هو مريض ولا مش مريض، أنا معرفش هي مريضة ولا مش مريضة. ليس لي أن أتكلم في هذا، وليس لي أن أدخل نفسي في حكم الله، بل أترك الأمر لمن؟ لله، هو الذي يحكم في عباده. الدافع اللي عمل البنت في نفسها أنا معرفوش، مليش أتكلم فيه، مليش أتدخل في حكم ربنا. ربنا هو اللي يدخل الناس الجنة، وهو اللي يدخل الناس النار، هو اللي يحكم، أنا لا. اوعوا حد فيكم يتدخل ويحكم ويتكلم وكأنه هو عارف كل حاجة. ده أكبر طريق اسمه طريق الهلاك. الله يحفظنا وإياكم. وانا على الهوى بدعو للبنت الله يرحمها ويغفر لها. آخر حاجة، النهاردة وصلني قبل الهوى مباشرة خبر وفاة أستاذ كان بيدرس لي وأنا في الابتدائي، الأستاذ خلف إسماعيل مخلوف، جاري في عزبتي، في عزبة الشبكة تبع سيدي سالم محافظة كفر الشيخ. وصلني خبر بوفاته منذ قليل. اللهم اغفر للأستاذ خلف وارحمه واجعل مثواه في الجنة، واجمعنا به مع سيدنا النبي والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بطلب من حضراتكم الاستغفار للأستاذ خلف إسماعيل مخلوف، فكان نعم الناس ونعم الأدب، وهو معلمي ومدرسي، كان بيعلمني في الابتدائي. الله يغفر له ويرحمه ويجمعنا به إن شاء الله في الجنة، ويبارك في أعماركم ويرحم موتانا جميعا إن شاء الله. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.